السلام عليكم. احنا هنطبق دلوقتي المينيمال جلسيما دوز او جلسيما تيست، طبعا مرتبطه بجهاز الالترا فايلوت. التيست ده بنعمله لان هو اللي بيحدد عندنا الجرعه اللي هياخدها العيان من الالترا فايلوت. عشان نطبق الجلسيما تيست محتاج نختار منطقه معينه في الجسم نطبق عليها. المنطقه دي لازم تكون بعيده عن او مش معرضه لاشعه الشمس بشكل كبير، زي الفولر اسبكت بتاع الفرقان، زي الابدومينال اريا، باك اريا، ثراي، كل المناطق دي ممكن نعمل عليها اليوريسيما تيست للعيان بتاعنا. ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين زي ما شايفين كده سرير او تيبل، محتاجين كرسي العيان يقعد عليه لو محتاجين نقعد، محتاجين جهاز الترا فايلوت يكون موجود وشغال عشان نعمل ورمنج اب. هعمل تشيك زي ما احنا عارفين، تشيك للعيان المفروض اطمن ان ما عندوش اي كونتر اندكيشنز، ما عندوش بروبلمز، وانه فعلا انديكيتد للالترا فايلوت. واطمن على الجهاز بتاعي ان يكون كل الكابلات بتاعته سليمه، بما ان الجهاز ده يعني على ستاند فلازم اطمن الستاند بتاعه كمان سليم عشان ما يوقعش على العيان ويعمل له اي شكل من اشكال الانجل. طيب احنا اعتبرنا كده ان الجهاز عمل ورمنج اب، فهنبدا نعمل المينيمال جلسيما دوز او جلسيما تيست. ببدا اسلط الجهاز، طبعا لازم الرابط يكون بيربنديكولر على المنطقه اللي انا عايز اعمل لها تيست. هنتكلم دلوقتي على الفور ار، تمام. هطمن ان المسافه تقريبا تكون حوالي 60 سم يعني متر. بستخدم ورقه زي ما انتم شايفين، الورقه دي فيها اربع اشكال، ممكن تكون اشكال مختلفه او نفس الشكل مفيش مشكله، وبعرضها بالتتابع كده للالترا فايلوت تقريبا على مسافات احنا اخترنا تكون مسافات 15 ثانيه في الفيديو ده. ممكن تكون اكبر لو العيان بشرته سمراء اكتر وعنده ريزيستنس اكتر للالترا فايلوت. فاحنا هنبدا نشتغل. طبعا العيان خدوا بالكم انه قدر الامكان لو بقول له يبعد ما يبصش على الالترا فايلوت، استخدمت الجوجلز بتاعه الليزر الاحتياطي، وقدر الامكان ابعد وشه عن مجال النور. هبدا اعمل ستارت على الستوب ووتش اهو، وابدا اعرض اول فتحه عندي للالترا فايلوت لمده 15 ثانيه. خلصت 15، ندخل على الفتحه اللي بعدها 15 ثانيه كمان. بعد كده الفتحه اللي بعدها 15 ثانيه تانيين. هتكون دي اللي هننهي بيها التيست 15 ثانية. تمام كده خلاص، يبقى كل فتحة عرضت بالشكل اللي شايفينه ده. في النهاية قرب عليا كده، في النهاية هتلاقي إن الفتحة الأولى اتعرضت أغلب الوقت، فهي اتعرضت لمدة 60 ثانية. الفتحه الثانيه اتعرضت لمده 45 ثانيه، الثالثه لمده 30 ثانيه، والرابعه لمده 15 ثانيه. فانا بسهوله اقدر اعرف كل فتحه حسب بعدها وقربها من الالبو او من الريست جوينت. ايه اللي بعد كده بعمله؟ بطلب من العيان انه يتابع لي المنطقه دي خلال 24 ساعه الجايين. المفروض الفتحه او المنطقه اللي هيظهر فيها لون كده بينكي كلر خلال 6 الى 8 ساعات ويختفي خلال 24 ساعه، يعني بكره الصبح ما مش هنلاقيه يعني. ده يعتبر المينيمال اريسيما دوز. فانا لو سي مثلا الفتحه دي، فانا هرجع واشوف هي اتعرضت قد ايه وقت، اتعرضت 45 ثانيه، يبقى ال 45 ثانيه دول هم المينيمال اريسيما دوز بتاع البيشنت اللي قدامي، وبالتالي بناء عليها اقدر احدد الجرعه بتاعه الالترا فايلوت اذا كان هتفضل مينيمال اريسيما دوز او تتضرب في 2.5 او في 5 او في 7.5. بس كده، شكرا.